ما تديرش فيها فيلم هندي وبيه ليا فيك او من الباص. فدعت السعادة الحق في جودة السكن. أسعدت مساء المشاهدين وأهلا بكم ضمن الحصاد اليومي نقدمه لكم من شوف تيفي ونستهله معكم كما عودناكم بأبرز العناوين. النقابات تنبه من قرار الحكومة القاضي بتأمين الأباء، مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد تحل بالمغرب، ومغربيا رئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يعين أعضاء الحكومة الجديدة. أهلا بكم ضمن التفاصيل في الوقت الذي تحاول الحكومة ترويج لمبادرتها بتوفير التأمين الصحي بالنسبة لأباء المؤمن لهم، حيث سيتمكن المستفيدون من التأمين الصحي من إدخال أبائهم في قائمة المؤمنين. نبهت النقابات إلى أن هذه الخطوة يجب أن لا تكون معزولة، واعتبر ميلودي مخرق الكاتب الوطني للاتحاد المغربي للشغل أن قرار إدخال الأباء في قائمة المؤمنين يجب أن يكون بعد دراسة شاملة من أجل توسيع التغطية الصحية للأجراء قبل الحديث عن استفادة أي فئات أخرى على حد تعبيرها. بعد انتظار طويل فتح نفق دكار في وجه عموم المواطنين لتسهيل عملية التنقل بعيدا عن الاكتظاظ وسط مدينة البيضاء. النفق دكار يمتد من شارع الجيش الملكي إلى شارع محمد السادس بطول يبلغ كيلومترا واحدا 600 متر منه مغطى. تفاصيل أوفى مع نصر أحيدة وعبد العلي بالبدوي. بعد ترموي الدار البيضاء ونفق الوازيس فتح نفق دكار في وجه المواطنين لتخفيف حركة السير التي تعرف اكتظاظا في تلك المنطقة، حيث يعتبر أكبر نفق في العاصمة الاقتصادية للمملكة بميزانية بلغت 240 مليون درهم. أكبر نفق في الدار البيضاء بمبلغ محترم اللي هو 240 مليون درهم 24 مليار سنتيم، يدخل في إطار برنامج تيسير وتسهيل السير والجولان بمدينة الدار البيضاء باش تكون واحد النوع من السيولة واحد النوع من لافلويديتي ديال السير. فلدعم جاذبية وتنافسية عدد من المدن المغربية وتمكينها من فرص الارتقاء إلى مصاف كبريات العواصم العالمية، تعيش مدينة الدار البيضاء على وقع إنجاز أوراش كبرى من خلال فتح أنفاق توازي سكك التراموي لفك مشكل الاكتظاظ وتوفير حياة تسهل على المواطنين التنقل داخل العاصمة الاقتصادية. في التجمعات الحضرية الكبرى في العالم وفي المراكز الحضرية الكبرى أنه تيكون قد تقريبا قد الخطوط خط ديال الطول ديال الخط ديال التراموي الخطوط ديال التراموي قد الأنفاق، يعني انه مفروض ان تكون عندنا في الدار البيضاء انفاق اكثر من هذا الشيء. لحد الان كاين الانفاق المتواضعه اللي كانت بدات في شارع زرقطوني، وكاين هذا النفق اللي ديال الوازيس اللي هو ب 90 مليون ديال الدرهم 9 مليار سنتيم اللي هو لا قل اهميه ولكنه ليس في مستوى هذا في حجم هذا النفق ديال دكار. يمتد نفق دكار على طول كيلومتر واحد ويربط بين شارع محمد السادس والجيش الملكي، وهو عبارة عن نفق مغطى على طول 600 متر بالإضافة إلى 400 متر على شكل مداخل. فهاد النفق اللي كنتكلم عليه اليوم هو يعني طويل جدا بواحد فيه 1 كيلومتر فيه كيلومتر ديال الطول ديالو، فيه واحد 600 مغطات 600 متر، وهذا الحجم ما كاينش في المغرب كله. يعد نفق دكار منشأة فنية الأولى من نوعها على الصعيد الإفريقي بتوفره على معايير تقنية عالية تهم وسائل السلامة وتجهيزه بأحدث وسائل المراقبة الإلكترونية والتكنولوجيات المتطورة، هذا بالإضافة إلى زرع أكثر من 10 كاميرات موصولة بمركز مراقبة للحفاظ على سلامة مستعملي هذا النفق. ايضا كاين واحد التهويه تقنيه وداك الشيء بواحد الطريقه متقدمه وواحد الطرق حديثه، وكاين ديلوكو تكنيك يعني واحد الاماكن تقنيه للتحكم في هذيك التهويه. فيعني احنا الان كنعتبروا بان نجزنا واحد النفق اللي هو نفق مهم واستثنائي في مدينه الدار البيضاء كيربط ما بين شارع الجيش الملكي وشارع محمد السادس.
مشروع نفق داكار يدخل ضمن المخطط الجهوي الخاص بتنظيم حركة السير والجولان بالدار البيضاء، ويعد ضمن 5 مشاريع مهيكلة، حيث ستعرف العاصمة الاقتصادية فتح أوراش كبرى ستجعل من الدار البيضاء مدينة عالمية بامتياز. تقوم المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد بزيارة عمل للمغرب من 7 إلى 9 ماي الجاري، تجري خلالها مباحثات مع مسؤولين مغاربة سمينة حسب ما أعلنته هذه المؤسسة المالية الدولية التي يوجد مقرها بواشنطن. وأكد ذات المصدر في بلاغ له أن لاغارد ستجري خلال هذه الزيارة التي تعد الأولى لها للمملكة كمديرة عامة لصندوق النقد الدولية تجري مباحثات مع رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد ووالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، إضافة إلى مسؤولين مغاربة سمين آخرين. ومن المقرر أن تلقي كريستين لاغارد خطابا هاما أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على أن تلتقي بممثلين عن المجتمع المدني وطلبة ورجال الأعمال وكذا مع بعض النساء الرائدات. في إطار مكافحة التهريب الدولي خلال عملية مشتركة بين مصالح الجمارك والأمن، تم ضبط وحجز 36 كيلوغرام من مخدر الشير على مستوى موقع بابزبتة مخبأ بعناية في جوانب سيارة مسجلة بفرنسا كان يقودها مواطن مغربي مقيم بفرنسا من مواليد 1982. حاول تهريب المخدرات نحو سبتة المحتلة ومن ثم إلى بلد الإقامة نهاية الأسبوع. مصدر جمركي أضاف أنه تمت إحالة الضنين على الشرطة القضائية الولائية بتطوان من أجل تعميق البحث قبل إحالته على العدالة. مغاربيا، وبعد فوزه في انتخابات 17 أبريل، عين الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اليوم أول حكومة في بداية ولايته الرابعة، وتعيينه لمدير حملته عبد الملك سلال رئيسا للوزراء بحسب بيان لرئاسة الجمهورية. واحتفظ أهم الوزراء بحقائبهم مثل الداخلية والخارجية والدفاع والطاقة، بينما تم تعيين وزير جديد للمالية هو محمد جلبة الذي كان يشغل منصب وزير منتدب مكلف بالميزانية. وإلى جانب وزير المالية كريم جودي، فإن من أبرز المغادرين عميد الوزراء أبو عبد الله غلام الله الذي كان يشغل وزارة شؤون الدينية، وخلفه في هذا المنصب أحد كوادر الوزارة محمد عيسى. كما غادرت وزيرة الثقافة خليدة تومي التي شغلت هذا المنصب لتخلفها نادية العبيدي وهي أستاذة في مدرسة صحافة ومخرجة. وتتميز هذه الحكومة بوجود 7 نساء من أصل 34 وزيرا يتولين وزارة الثقافة والتربية والتضامن والبيئة والصناعة التقليدية والسياحة، إضافة إلى البريد وتكنولوجية الإعلام والاتصال. ختاما، أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم أن فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية خلف 115 حالة وفاة، وذلك منذ ظهور هذا المرض في المملكة العربية السعودية. وحسب ذات المصدر، فقد لقي 4 أشخاص مصابين بالفيروس حتفهم أول أمس 3 بجدة والحالة 4 بالرياض. وأضحى انتشار المرض مقلقا أكثر فأكثر خلال الأيام الأخيرة، حيث تم يوم السبت تسجيل 18 حالة جديدة، فيما تم إعلان 17 حالات على التوالي يومي الجمعة والخميس الماضيين بمختلف محافظات المملكة. وحسب دراسة صدرت مؤخرا بالولايات المتحدة، فإن الفيروس الذي يتسبب في مشاكل تنفسية حادة قد يكون ينتقل عبر الجمال، وفي الوقت الحالي ليس هناك أي لقاح وقائي ضد هذا المرض الفتاك. بهذا نكون وصلنا وإياكم لختام موعدنا الإخباري، نشكر لكم طيب المتابعة، في أمان الله.